والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان، وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس، وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة، وهذا يكون للعلماء. أما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله. ولهذا يقولون مذهب العام مذهب من أفتاه، فهذا هو الضابط في هذه المسألة. والآن الصحف والكتابات كلها تنادي بالأخذ بالآراء والتوسعة على الناس، وأنهم إذا ردوا إلى الدليل هذا حرج وضيق، هكذا يقولون. هذا يكاد يكون هذا القول كفر، لأن الأخذ بالدليل يكون حرجا. اللي يقول هذا يكفر، الأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرج، هو الفرج وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى. أما الأخذ بالآراء والأقوال المختلفة فهذا ضلال تضليل.